السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل القفطان كروازي اللي شفتوا في الصورة. أول حاجة غادي نبدأ معكم، غادي نوريكم طريقة أخذ المقاسات. أول حاجة غادي ناخدو المقاس ديال الكتيف اللي كناخدو من الظهر ماشي من الأمام، كناخدو من الظهر من هاد العظمة هادي اللي كتكون عندنا في الكتيف، العظمة الأخرى اللي في الكتيف الآخر كناخدو المقاس بحال هكا، كنقسموه على اثنان، وكان المقاس اللي عطانا هو اللي كنحطوه في الكتيف. يعني مثلا عندنا في الكتيف 40 سنتيم، كنقسموه على اثنان هي 20 سنتيم. المقاس ديال الصدر، في المقاس ديال الصدر عاده كناخذو المقاس ديال الصدر بهذا الشكل هذا بحال هكا الدوره كامله، اولا الا كنا غادي نفصلوا القفطان وكانت يعني اللي غتفصلي لها القفطان اولا جلابه كناخذوا لها، كتكون لابسه مثلا شي حاجه كناخذوا لها غير المنتصف هكا. يعني كاين جوج طرق ديال اخذ مقاس الصدر، يا اما كناخذوا الدوره كامله يا اما كناخذوا الربع فقط من تحت الابط للمنتصف ما بين الصدر، ما بين يعني الحلمتين، يعني في المنتصف غناخذوا ربع مثلا بهالطريقه ديال باش ناخذوا المقاس ديال هاد الموديل هذا. فاحنا غادي ناخذوه من هنا، يعني غتكون لابسه مثلا شي قفطان اولا شي جلابه اللي تاخذوا عليها المقاس، تاخذوه بهذا الشكل هذا من هنا للمنتصف ما بين الصدر، وانتم كتمروا على يعني على الصدر. كناخذوا بهالطريقه هكا المنتصف، ونشوفوا الزياده اللي غادي نزيدوا. يعني كيف شفتوا الموديل كروازي يعني تيكون زايد بحال الشكل ديال البينوار، يعني غادي تشوفوا داك الزيادات اللي غادي تزيدوا. مثلا انا غادي ناخذ عليا مقاس عليا نشوف شحال غنزيد. مثلا انا عندي 24 في الصدر، وغادي نزيد مثلا 8 سنتيم. مثلا غادي نزيدوا 8 سنتيم من هنا، غناخذوا المقاس ديال الصدر ونشوفوا الزيادات اللي غادي نزيدو. مثلا 8 سنتيم غادي نزيدوها، غنكتبوا المقاس ديال الصدر مثلا عندنا 24 زائد 8 سنتيم، 8 سنتيم غن من بعد ما نحتاجوهاش دابا، يعني نكتبوا المقاس ديال الصدر، وتاخذوا المقاس ديالكم من النقطه ديال يعني العظمه ديال الكتيف، وتاخذوا الطول ديالكم وكتكتبوا الطول ديالكم، وتجيو لهنا الكتيف وتاخذوا الطول ديال الحزام، يعني تحددوا المكان ديال الحزام، تاخذوا الطول ديال الحزام وتكتبوه باش تحددوا منه، باش منه غادي نحددوا الدوره ديال الحزام. ناخذوا المقاس ديال الدوره ديال الحزام ونحطوه، وناخذوا الطول ديال القفطان كامل ونحطوه. اذا منين غادي نجيو نطبقوا على الثوب اولا على الباترون، غادي نحيدوا داك 8 سنتيم في الثوب اولا في الباترون، ما غاديش نحسبوها. مثلا غنحيدو داك 8 سنتيم، نحيدوها من الحاشيه ديال الثوب بحال هكا، مثلا هاد 8 سنتيم انا خصني نشري واحد الفتخ باش يبقى يبان هذا، يعني ما بقاش كيخدم ليا. نحيدو هاد 8 سنتيم، عاد نبداو نحطو المقاس ديال الكتيف. اذا دابا عندي مثلا في الكتيف 40 سنتيم، غنقسمها على جوج هي 20. غادي نحط 20 مقاس ديال الكتيف ونحيد منها 8 سنتيم. هاد 8 سنتيم ديال العنق، ماشي هاد 8 سنتيم هادي ما محسوباش، يعني وكانها غير موجوده. وغادي ننزل ب 3 سنتيم ونرسم خط الكتيف، وغادي نحط المقاس ديال التركيز. بزاف كيسولوني الطريقه كيفاش المقاس ديال التركيز، واش هو الكتيف كامل بلا ما نقسمه؟ ما يمكنش، لا هو الكتيف هو المقاس اللي حطيتيه هنا على الورق او على الثوب، يعني الكتيف مقسوم ب 8 سنتيم ديال العنق. كاين اللي كيقول لي واش ب 8 سنتيم اولا نحيدو 8 سنتيم، لا ما نحيدوهاش ب 8 سنتيم. عندك مثلا 20 في الكتيف، غادي تنزلي في التركيز ب 20، اولا طريقه اخرى خدي المقاس ديال التركيز ديالك بهذه الطريقه هذه، من الكتيف لراس الحلمه اللي تيكون كيقابل هذا تحت اليد يعني الابط. نحطوا مقاس التركيز ونقسموه على اثنان، ونجيو ونحطوا مقاس الصدر، وما تنساوش هاد 8 سنتيم ما تحسبوهاش، يعني تبداو الحساب من هنا،
يعني نحطوا المقاس ديال الصدر، ندخلوا من هنا هذه النقطه اللي قسمنا على جوج بجوج سنتيم، اي 2 سنتيم باش يفهموا بهذا الشكل هذا. وغادي نحط الطول ديال الحزام اللي وريتكم، الطول ديال الحزام هو فقط كيحدد لنا المكان اللي غادي نحطوا فيه المقاس ديال الحزام. غادي نحط المقاس ديال الحزام، يعني المقاس ديال الصدر والمقاس ديال الحزام كتوسعوه اولا كتضيقوه على حسب الرغبه ديالكم، بحال هكا بهذا الشكل هذا. وغادي نحط الطول ديال القفطان، غادي نحط الطول ديال القفطان مثلا هو هذا الطول. غادي نجي من هذه النقطه ما نحسبش 8 سنتيم، وغادي نحط 45 سنتيم زائد هاد عفوا 40 سنتيم زائد هاد 8 سنتيم هي 48، اولا ممكن نديرو 42 سنتيم وزائد هاد 8 هي 50 سنتيم باش يجينا القفطان ايفازي بحال هكا. وغادي نربط ما بين هاد النقط هادو، النقطه الاولى النقطه الثانيه. دابا كيفاش غادي نديرو نرسمو داك الكروازي؟ غادي نجيو نرسمو الخط ديال الصدر، ها هو، والخط ديال الحزام ها هو. في العنق غادي ننزلو بثمانية سنتيم بحال هكا، غادي تنزلو من هاد النقطة هادي تنزلو بثمانية سنتيم، هو اللي غادي يحدد لنا النقطة كيفاش غادي نديرو نرسمو الكول. غادي نهبطو بخط مائل لان الكول غادي يكون على شكل كول في، يعني بحال الشكل ديال البينوار يعني مفتوح، ما غاديش يكون كول، يعني فقط باش نحددوا النقطه اللي غنمروا بها. كنزلو ب 8 سنتيم ونمشيو على هذا الخط بهذا الشكل هذا، طبيعة الحال ملي غنتنيو هذه في السفيفه اولا في الخياطه ما غاديش تبقى، غادي يزيد يوسع لنا الكول. اذا غادي نقطعو هذا الباترون ديال الامام. دابا غنشوفو كيفاش غادي نديرو نفصلو الباترون ديال نفصلو الظهر. ممكن هاد الطريقه ديروها على الثوب مباشره، تكونوا طويين الثوب بطبيعه الحال بالطول ماشي بالعرض، تكونوا طويينه بالطول وطويوه على 2 وتحطوا المقاسات ديالكم بحال هكا. ملي غادي تجيو تفصلوا الظهر فغانتوما غادي تحطوه بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه، اما هذه الطريقه تحطوه بهذا الشكل هذا بحال هكا، ما تحسبوش هاد 8 سنتيم وتحطوا وتنزلوا في العنق غير بجوج سنتيم بهذا الشكل ها هو، يعني ما تنزلوش بسميتو، تنزلوا غير بجوج سنتيم وما تحسبوش هاد 8 سنتيم باش ما يجيكمش الظهر اكبر، لان هاد الكروازي كيكون في الامام فقط، الظهر تيكون الظهر سامبل. اولا ممكن انكم تحيدوه وتفصلوا عادي نفس الطريقه، يعني الظهر عادي تحطوا المقاس ديال الكتفين والمقاس ديال يعني نفس الطريقه، اولا ممكن تتنيو هاد 8 سنتيم الا كنتو فصلتوا على الورق مباشر، على الورق هو الاول عاد تفصلوا على الثوب، فانتوما غادي تطويو هاد 8 سنتيم وتحطوا الباترون بهذا الشكل هذا وتعاودوا عليه. اولا الا فصلتوا على الثوب مباشره فانتوما غادي تخرجوا داك 8 سنتيم ما تنساوش عندكم، يعني ديروا داك هذا الغلط هذا انكم تنزلوا بنفس العنق ديال الامام تنزلوا به في الظهر، فتحاولوا يعني تحضيوا هذه المساله هذه تنزلوا بجوج سنتيم في الظهر فقط. هذا كيعطينا الامام ها هو، غادي تخرجوا منه جوج القطع، غتكون قطعه هنا وقطعه، يعني تفصلوا تكونوا طويين الثوب، انا نفصل على الثوب غادي تشوفوا. هذا الظهر، هذا عفوا الامام،
وهذا الظهر. والكم انا غادي نوريكم الشرح ديال طريقه رسم الباترون الكم، يعني عادي سهل. الكم كناخذوا نفس المقاس اللي نزلنا به في التركيز، هو اللي غادي نحطوه هنايا. مثلا حطينا في التركيز 20، حتى هنا غادي نحطو 20 ها هي، وغادي ننزلو ب 13 سنتيم. الكبار والصغار كننزلو فقط ب 7 سنتيم. هاد المسافة هادي كنقسموها على 2 وكنعاودو نقسموها على 4، بحيث الجهة العليا اللي الفوق هنا غادي نخرجو بسنتيم، والجهة السفلية غادي ندخلو بسنتيم، وغادي نرسمو الدورة ديالكم. شفتو؟ يعني سهلة. وغادي نحطو الطول ديالكم من هنا، ما نحطوش الطول ديالكم من هنا، نحطو الطول ديالكم من الجهة ديال الكتف يعني العليا. نحطو الطول ديالكم ونحطو كذلك العرض. الطول والعرض نتوما اللي كتحكموا فيه على حسب يعني الكم ديالكم كيف ما بغيتو. بغيتو ديروه دومي يعني مونش قصيرة يعني طويلة اللي بغيتو. وغادي نقطعوه إذن هذا هو الكم. انا دابا غادي نوريكم كيفاش ديروا طويل الثوب وتحطوا عليه الباترون. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا نحطوا الباترون على الثوب وكيفاش نديروا طويل الثوب. بالنسبه يعني اللي سولني على نوع ديال الثوب، يعني اش من نوع غنديروا، اللي بغيتهم ممكن تستعملوا القطيفه، ريحانه، الكريب، الساتان دو سوا، يعني كيبقى الاختيار لكم في اي ثوب بغيتوا. وبالنسبه لشحال غيكفينا، ف 3 متر كافيه، يعني دائما في القفطان خصنا نختار نديرو 3 متر في القفطان او 3 متر ونصف، يعني على حسب الطول ديال كل وحده. الا كانت طويله بزاف يعني 3 متر ونصف، بنت عاديه يعني 3 متر، يعني لان القفطان كيبقى الحزام ضروري يعني يبقى طويل، فداك الشيء علاش كنحتاجو 3 متر. اذا هذا هو الثوب، مثلا هذا هو الثوب كيكون فيه العرض متر ونصف، والطول هو هذا اللي كيكون فيه بزاف كناخذوه طويل 3 متر. اذا غادي نطويوه، ما نطويوهش على العرض، هذه هي الطي على العرض، هذا هو الثاني على العرض. ملي كنقول لكم تنيو الثوب على العرض، هذا هو الثاني. وبالنسبه للطول هو هذا، ملي كنطويوه بهكا كيجينا الثوب طويل، يعني هذا هو نطوي الثوب على الطول، يعني كنطوي الثوب على الطول بحال هكا تيكون هذا هو الباترون اللي صايبتو، اولا اللي بالنسبه اللي غيفصل مباشره. فغادي تخليو في الثوب دائما كتكون داك الحاشيه، الحاشيه اللي كتكون في الطول ديال الثوب، يعني داك الحاشيه اللي كتكون في الثوب هذيك ما غتحسبوهاش، غتخليوها. عاد تحيدوا داك 8 سنتيم اللي حيدنا هنا في الباترون، يعني نفس الطريقه اللي درنا في الباترون غديروها على الثوب. غير نتوما غادي تنزلوا من الاسفل وتحطوا الطول ديال القفطان، وتاخذوا من هنا تحطوا الكتف باش تستغلوا الثوب في الجهه الاخرى. وبالنسبه الا كنتو رسمتوا على الباترون هو الاول، فانتوما غادي تجيو تحطوه بهذا الشكل هذا بحال هكا، تحيدوا داك الحاشيه، داك السنتيم ديال الحاشيه ما تحسبوش، وعاد تحطوا الباترون بهذا الشكل هذا ها هو، وكتراسيو بالطباشير. بحال هكا كنخرجوا بحال هكا، لان هاد السنتيم غادي يتطوى مع السفيفه. وغادي نجيو للظهر، وغادي تحطوا الباترون ديال الظهر بحال هكا باش كتستغلوا الثوب. كتبقاو غاديين وانتم كتلقاو يعني المسافه اللي تكفيكم للكتف بحال هكا. اولا بالنسبه اللي غيفصلوا على الثوب مباشره ويديروا نفس، يعني مثلا غيفصلوا على الثوب مباشره، غتقطعوا هاد القطعه ديال الامام وتطويوها 2.8 سنتيم وتحطوها هنايا بحال هاد الشكل هذا. مثلا ملي تفصلوا الامام هو هذا، غادي تنيو هذه وتفصلوا الظهر. اولا بالنسبه اللي غادي يدير الباترون، فغادي تجيبوا الظهر لهاد الجهه هنايا وتراسيو بحال الامام عادي.
بحال هكا وغادي تقطع. غادي تدوزو تقطعو الأمام، بحال هكا. غادي يبقى لكم الأكمام، فانتوما غادي تنيو التوب على أربعة، يعني اللي تبقى لكم التوب بحال هكا، وغادي تجيبو لكم الجهة المستقيمة، غادي تحطوها على الجهة اللي مسدودة، وغادي تقطعو يعني عادي تفصل الأكمام راكم كتعرفوه. معليش غادي نقطعو، يعني كيعطيكم جوج ديال الاكمام. اذا بالنسبه للخياطه، انا سبق لي بدات الخياطه ديال، غادي تحطوه ملي تبغيو الخياطه، غادي تحطوا الكتيف ديال الامام مع الكتيف ديال الظهر. ملي غادي تحطوهم غادي يبان لكم هنا واحد في الكتيف ديال الامام زايد واحد السنتيم على الظهر، هذيك السنتيم هي ديال الخياطه، ما تقولوش يعني راه الفصله خرجت لكم ماشي هي هذيك، لا، فقط السنتيم ديال السفيفه اللي غادي تطويو من هنا. اول حاجه غادي ديروا غتخيطوا الكتفين بحال اللي شفتوا في القفطان ديال خياطه قفطان طفله صغيره، راك شفتوا الطريقه ديال خياطه السفيفه، هذيك هي الخياطه اللي كنخيطوا بها في قفطان جلابه، هذيك الطريقه ديال خياطه ديال السفيفه بالنسبه يعني للمبتدئات اللي ما عمرهم خيطوا السفيفه. غتخيطوا الكتفين وكتخيطوا لهم الطرسان، وكتخيطوا الاكمام الدوره ديال الاكمام، وكتخيطوا عليها الطرسان كذلك بنفس الطريقه للجهه الاخرى، وكتجمعوا الجوانب، تجمعوا الاكمام والجوانب بالماكينه، وتعاودوا تخيطوا عليهم الطرسان على الخياطه، او قبل ما تخيطوا الجوانب كتخيطوا عفوا الاكمام ديو لهم السفيفه، وعاد كتجمعوا الجوانب وتديو لهم الطرسان نفس الطريقه للجهه الاخرى، وكتجيو من هنايا اولا من هنا بحال اللي درت القفطان عادي، وكتخدروا على السفيفه، كطويو داك السنتيم ديال السفيفه والطرسان، وكتدوروا على الدوره ديال العنق ومن هنا وتجيو لهنايا، وتدوروا الدوره ديال الاسفل كامله حتى كتوصلوا للنقطه ديال البدايه بنفس الطريقه اللي خيطت بها القفطان. اولا ممكن انكم تخيطوا خياطه عاديه، بغيتوا قفطان عصري وخفيف يعني بلا طرسان لا حتى شي حاجه، كتخيطوا خياطه عاديه بالماكينه كله، وكتجيبوا يعني العقيق اولا الخرز كيف كما كتسميوهم، وكتدوروا عليه هنا عقيق اولا دونتيل، يعني بالنسبه اللي بغاتها خفيف ويعني العصريه ما بغاتش فيها داك بالسفيفه اولا. يعني هذه الطريقه ديال الفصله ديال الكروازي، كنتمنى تعجبكم، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو باش توصلوا بكاع الفيديوهات اللي غادي نحط، وخليوا لي التعليقات ديالكم وليكم ولي جيم ديالكم، وحتى الا ما عجبكمش الفيديو يعني ديروا جيم با ماشي مشكل هكا باش نعرف واش عجبكم الفيديو ولا لا. وما تنساوش الاشتراك على الصفحات ديالي في فيسبوك والانستغرام، الرابط ديالهم موجود اسفل الفيديو. تنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.